السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الشغل من 1-9، الشغل والطاقة والآلات، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح في إيدك. هذه الشريحة فيها موجودة بكتابك، أول ما بتفتح الوحدة بتلاقيها على يمينك، فيها الفكرة الرئيسية لازم تنتبه لها، فيها الأسئلة المهمة أيضا لازم تنتبه لها، فيها مفردات جديدة باللغة الإنجليزية لازم تحفظون. كل ما حفظت المفردات الجديدة بتجي بيجي آخر العام وأنت حافظ كمية كبيرة من المفردات اللغة الإنجليزية العلمية، بتساعدك في دراستك في الجامعة. الشغل عندك الحقيبة نؤثر عليها بقوة مقدارها F، فتنتقل الحقيبة من الموضع الابتدائي إلى الموضع النهائي قاطعة مسافة مقدارها D أو إزاحة. القوة المحصلة تجعل الجسم يتسارع، التسارع رمزه A ويساوي F على M، وتتغير سرعته المتجهة. نطبق إحدى معادلات الحركة الخطية: مربع السرعة النهائية ناقص مربع السرعة الابتدائية يساوي ضعف التسارع في الإزاحة. من عوض بدل الإزاحة بما تساويها F على M ونضرب طرفي المعادلة ب M على 2 نحصل على المعادلة بالشكل التالي. النظام هو الجسم أو الأجسام المعنية، عندنا هنا الحقيبة، العالم الخارجي هو كل شيء خارجي، عندنا هنا القوة. F ذي هو إجراء حدث للنظام نتيجة للعالم الخارجي ويسمى الشغل. عندما تطبق قوة باتجاه إزاحة يتم بذل شغل رمزه W كابيتال على النظام، فلذلك تكتب W كابيتال اللي هي رمز الشغل وتساوي F كابيتال رمز القوة في D اللي هي رمز الإزاحة. وحدة قياس الشغل في النظام الدولي للوحدات هي النيوتن في متر، وتسمى الجول. الجول عبارة عن الشغل المبذول عندما تؤثر قوة مقدارها 1 نيوتن في نظام ما عبر إزاحة مقدارها 1 متر، لكن النيوتن ويساوي كيلو جرام في متر على ثانية تربيع. هذه الوحدات الأساسية منين جبناها؟ من المعادلة F تساوي للكتلة في التسارع. فبصير عندك الجول ويساوي نيوتن في متر، بدل النيوتن بنحط ما يساويها بالوحدات الأساسية، فبيطلع عندك الجول يساوي كيلو جرام في متر مربع على ثانية تربيع بالوحدات الأساسية، وهو نفسه نيوتن في متر. سواء كتبت نيوتن في متر أو كيلو جرام في متر مربع على ثانية تربيع هو نفسه، لأني شفت سؤال في أحد الامتحانات عن وحدات القياس. الشغل المبذول بواسطة قوة ثابتة W كابيتال الشغل ويساوي F كابيتال في D. تذكر في مدار دائري تكون القوة عمودية على اتجاه الحركة، والقوة العمودية لا تغير سرعة النظام بل تغير اتجاهه فقط. فبتصير عندك هذه المعادلة، كون ما بتتغير السرعة إذا هذا الطرف كله بده يساوي 0 بالنسبة لهذا الرسم. إذا معنى ذلك أن الشغل يساوي 0، نطلع بالنتيجة: لا تبذل قوة الجاذبية شغلا على كوكب في مدار دائري لأن القوة تكون عمودية على اتجاه الحركة. ونطلع بالنتيجة عامة: شغل القوة العمودية على اتجاه الحركة يساوي 0 دائما. قوة ثابتة مبذولة بزاوية، عندك جسم تؤثر عليه قوة F تصنع زاوية سيتا مع المحور X. نحلل القوة F إلى مركباتيها: المركبة F كوساين سيتا على المحور X، والمركبة F ساين سيتا على المحور Y. المركبة F ساين سيتا على المحور Y عمودية على D على الإزاحة، فشغلها يساوي 0، يبقى شغل القوة F كوساين سيتا، فبيكون عندك W كابيتال تساوي للقوة في الإزاحة في كوساين سيتا. سيتا هي الزاوية بين F و D. العوامل التي يعتمد عليها الشغل هي مقدار القوة، مقدار الإزاحة، ومقدار الزاوية بين القوة والإزاحة. هذا التأكد من الفهم، مسألة أعطاك مقدار القوة، أعطاك مقدار الزاوية ومقدار الإزاحة، بدك تحسب الشغل، يعني قانون تعويض جواب. مراجعة بسيطة لمعادلة الشغل مع الرموز مع وحدات القياس. حالات الشغل عندك: الشغل قد يكون موجب عندما تكون القوة والإزاحة في اتجاه واحد، شغل معدوم عندما تكون القوة عمودية على الإزاحة، شغل سالب عندما تكون القوة والإزاحة في اتجاهين متعاكسين.
يقوم اللاعب ببذل شغل موجب بنقل الطاقة إلى الكرة، ويقوم اللاعب المستلم للكرة ببذل شغل سالب لإيقافها. مثال آخر، احسب شغل القوة التي ترفع الصندوق إلى أعلى مسافة H وشغل قوة الجاذبية. هذا المتجه الأسود هو قوة متجه القوة F، والمتجه الأحمر هو متجه FG، والإزاحة هذه هي D. WF تساوي F في DY في كوسين الصفر. ليش كوسين الصفر؟ لأن الزاوية بين هذه وهذه تساوي الصفر. شغل FG تساوي لFG في D في كوسين 180. 180 هي الزاوية بين D وFG. راقب الرسم. مجموعة أشكال توضح لك متى يكون الشغل أو المعادل المناسب للشغل المرافق لألا حسب الرسم. في أي الحالات نقوم بشغل؟ في أي الحالات نقوم بشغل ولماذا؟ هنا نقوم بشغل لأن القوة والإزاحة في اتجاه واحد. لا نقوم بشغل للقوة تعامد الإزاحة. هنا لا نقوم بشغل لأن القوة والإزاحة في اتجاه واحد. هنا لا نقوم بشغل لأنه القوة تعامد الإزاحة. راقب الشخص، لأنه ممكن تجيك رسمة ويقول لك تقوم بشغل أو لا تقوم بشغل، على حسب الرسمة أنت بتستنتج. سؤال 98 هذا موجود عندك في الكتاب، حاول تجاوب عليه. الشغل الذي تبذله عدة قوى يساوي مجموع الشغل الذي تبذله كل قوة من القوى. لكن لازم تنتبه عندك هنا، لو من نظرة أولى على هذا الجسم هتلاحظ أنه FN و FG على المحور Y، لكن يوجد قوة ثالثة على المحور وهي F sin theta. بدك تنتبه لها. لذلك محصلة القوى على المحور Y تساوي الصفر، ومحصلة القوى على المحور Y هي ثلاث قوى FN في الاتجاه الموجب و MG في الاتجاه السالب و F sin theta F في الاتجاه الموجب. لذلك بيكون عندك FN وتساوي MG ناقص F sin theta. إذن في هذه الحالة يكون قوة الاحتكاك تساوي ميو كي في FN، و FN عبارة عن هذه القيمة، إذن يجب الانتباه إليها. أرسم مخطط للجسم الحر وسمي جميع القوى المؤثرة في الكتلة. أول شيء نرسم الوزن اللي هو FG، نرسم المحور X والمحور Y، منحلل FG إلى مركبتيها، المركبة FGY والمركبة FGX، ومنحط معادلتهم. عندك القوة المتعامدة هي FN و F اللي هي قوة الدفع. FG وزن الجسم، FGY هي مركب الوزن على المحور Y، FGX مركب الوزن على المحور X، FN القوة المتعامدة، F هي قوة الدفع. حدد القوى التي تعمل والقوى التي لا تعمل. FGY لا تعمل لأنها عمودية على D، FGX تعمل لأنها منطبقة على D، FN القوة المتعامدة لا تعمل لأنها عمودية على D، F تعمل لأنها منطبقة على D. الشغل الميكانيكي في مجال الجاذبية الأرضية لا يعتمد على المسار، بل يعتمد على نقطة البداية ونقطة النهاية، لازم تنتبه لها. وهذا مثال على الشريحة السابقة، لذلك أخذنا فقط الارتفاع الرأسي D اللي هي الارتفاع الرأسي، أخذنا هذه فقط. إيجاد الشغل المبذول عندما تتغير القوى. الشغل الذي تبذله القوة يساوي المساحة تحت منحنى القوة الإزاحة. فعندك الرسم الأول، المساحة تحت الرسم البياني قوة ثابتة، القوة والإزاحة عبارة عن مستطيل، فمساحة المستطيل تساوي الطول في العرض، ومقدار المساحة يساوي مقدار الشغل. الرسم الثاني عندنا مثلث، فمساحة المثلث تساوي نصف القاعدة في الارتفاع، ومقدار مساحة المثلث هي مقدار الشغل. استراتيجية حل المسائل لازم تنتبه لهم وتركز عليهم، تقرأهم مرة 2 3 6 7 مرات حتى تفهمون وتطبقون أثناء حل المسائل. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء.